الدنيا هذه ما فيها والو. بالامس في عين زال، في عين زال ندعي ولا للشيخنا دحمان قرناني ابن اخته 13 سنه، سبحان الله عرس قائم وملك الموت كان يدور ثم ال 11 الليل. هذا طفل صغير في عمره 13 سنه، اخته تتزوج اسحاق، زواج اخته في ذيك الليله حتى ال 11 الليل قاسته شراره كهربائيه فمات الطفل في عرس اخته. فانقلب الزواج الى جنازه. الموت في كل يوم ينشر كفنا ونحن في غفله عما يراد بنا، اين الاحبه والجيران ما فعلوا؟ اين الذين كانوا هم لنا سكنا؟ سقاهم الموت كاسا غير صافيه فصيرهم تحت اطباق الثرى رهنا. شكون اللي ضامن نفسه؟ 13 سنه العرس قائم والفرح والعروسه رايحه وملك الموت كان يدور. منتم يا احبه رسول الله، كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. الله يرحمك ويوسع عليك ان شاء الله اخونا اسحاق ان شاء الله. يا لها من خاتمه، يا لها من خاتمه لشيخنا احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ سليم مباركي. ايه الشيخ سليم مباركي امام، مش من ولايه الشيخ سليم مباركي؟ عنابة، ولاية عنابة. كان ينتظر صلاة الصبح يقرأ في القرآن يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني قرأ وليداته في الليل كمل القراية معاهم، قال روح تروحوا وليداتي. يا شيخنا قال مخليوني نقعد هنا أني قاعد. بدأ يقرأ في القرآن حتى يجي مؤذن الصبح يلقاه إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، مات وهو يقرأ القرآن في بيت الله عز وجل. من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حي. يبعث يوم القيامة يقرأ في القرآن، مش كما يبعث اللي مات مخمور في الطريق، يبعث سكران. سبحان الله سبحان الله. شبابنا، شوف شوف الخاتمة، شوف شبابنا. هذا شاب الإمام، شاب ها 13 سنة كذلك وأمامكم يا أحبة رسول الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. مات يقرأ القرآن، وانت مات ما زلت رايح للازون تاع الصيف تشري الخمر، وعلى الدخلة تاع مدينة الصيف تشري الخمر. كون يجيك ملك الموت هكذا كيفاش تلقى الله؟ مازالك رايح في الرواد الضيقة وتحشر في روحك في الزوايا مش ما يشوفوكش الناس وانت تتناول الغبرة والمخدرات. ألم تعلم بأن الله يرى؟ وين تتخبى؟ تتخبى من العباد ورب العباد تتخبى منه؟ كون يجيك ملك الموت هكذاك تبعث يوم القيامة بيك بالغبرة تاعك سكران. من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حوسب عليه، ومن حوسب على شيء إما إلى جنة وإما إلى نار كما يريد الله الواحد القهار. سكران، وين تتخبى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وين تتخبى يا عبد الله؟ وين تتخبى؟ أنا في 2024 داخلين على 2025، العالم كل قائم وأنت ما زلت مخبي من رب العالمين، تظن نفسك أنك مخبي باش تشرب المخدرات. يلعبوا بيك اليهود والنصارى لهذه اللحظات. شو بقى لك تعيش؟ 25 و26 و30 سنة، شوفوا صاحب الأرض 14 سنة قاعد في الفوتاي يتحدى اليهود والصهاينة، 14 سنة في عمره، شباب قاعدين حاطين الفوتاي يقول لهم احنا من أمة محمد. أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامي حما. هو مسلم، مسلم بطل، راجل المسلم يستغيث به غيره. أمة محمد بخير وستنتصر.